ياه افرح افرح. ها وين حسيك؟ ولا حاجة. افرح ليش ما تجيش تتغدي؟ ماليش نفس. مالك يا افرح؟ أنا أشتي أروح. براحتك يا بنت الخال ما دام الميزان عندك مختل. ما يهمك يا نبيل يا أخي ما يهمك، إن شاء الله ما بيكون إلا كل شيء على ما يرام. بس يا دكتور أنت داري ما يهمنا إلا موافقة الأستاذة على أساس نجي نتقدم رسمي. ولا يهمك ولا يهمك، أنت ريح بالك، بس الأستاذة محتاجة يومين راحة. أنا برست الله إن شاء الله أجهز لك وجبة. شو اللي معك؟ لا لا ما يحتاج ما يحتاج يا أخي، مرة فيك. هذا التليفون دق. أوه هذا دكتور منير. ألو. أيوة يا منير. أيوة أيوة أسمعك أسمعك. تمام تمام الحمد لله. ايش الوالدة تعبانة؟ طيب اسعفها يا اخي. طيب طيب خلاص خلاص، شل سيارة على حسابي واسعفها. ايوة انا بانتظاركم، توصلوا بالسلامة. ايش الوالدة تعبانة يا نبيل؟ ايوة. طيب اسمع، اول ما توصل يجيبوا العيادة حقي فورا. تمام تمام يا دكتور. ولا قوة الا بالله. أنا كمان اتصال عندي. ألو أيوة يا ناس كيف حالك؟ إيش؟ هي اللي اتصلت لي؟ الحمد لله على سلامتك يا ابا. الله يسلمك يا ابني يا منير. خلاص يا ابا براءة. براءة من الله وباهتمام المدير، الله يحفظه وينصره. امين فعلا يستاهل يا ابا. الا قل لي يا ابني كيف حال خالتك؟ والله ابا ما اخفيش عليك خالتي تعبانه شويه. الان انا كنت خارج من البيت عشان اروح اجيب سياره اسعف المدينه. اسمع يا ابني. ابا لا تخليش المشاكل اللي بيني وبين العاقل ينسوك انك انت دكتور. لا با ما نسيتوش، بس لازم تتعلي بعض الفحوصات يا با، وهنا ماشي امكانيات. خذ العينات انت اللي تشتيها يا ابني ونزلتها المدينة، وعلى ضوء النتائج حقها قررها انت العلاج يا اخي. حاضر يا با حاضر ولا يهمك. اصلحك الله وربنا في عونك. يلا مع السلامة. مع السلامة الله. خلاص انا الدور انا اتدمرت. انا والله ان انا انتهيت يا الدورة. تقول ليش ماما صفصف ما نظفش الدم حق باباتي للان؟ ليش يعني ما انتش داري ليش؟ لا ما انش داري يا ذكي. من اجل كل ما تجزع من البقعة هذه تجي لهنا تشوف الدم حق ابوك، تتذكر دم ابوك تأخذ بثاره، فهمت؟ انت تشوف كذا؟ ايوه. يلا شن نقرب اليوم يا ماما صفصف. يا ماما صفصف افتحي حرام عليك. ماما صفصف كم لي وانا مطرود؟ ملي على العقل اغير ثيابي يا ماما صفصف. من حقي تخليك مطرود طول عمرك لما تاخذ بثار ابوك. طيب صيح لي انت اشوف. يا عم صفيه صفصف من فضلك، ليش دلعي وضع علشان تفتح دلعي تقول ها.
يا عم صفصاف، يا عم صفصاف، افتحي معي لك خبر من الوالد يفرحك. دلا دلا بتكسر الباب. افرح انتي اتصلتي لإيناس عشان تطرديها من العمل في العيادة؟ ايوه. خبرتني عادل تمددت عليا، والدة الحمر محافظة عليك وعلى بيتك. انتي خلاص كنيتي، انت التزمي بمصحة المجانين. انا لازم اتصل باخوك الان. الو. ايوه يا فرحان. ايوه معك الدكتور عادل اسف. اسمح يا تجي تشيل اختك من داخل البيت ولا مرتكب جريمه. الان واجي لك ابن الخال على طول. ايش في يا فرحان؟ جهزي نفسك بسرعه انها الحرب. يلا. ايش من حرب؟ مالك؟ اتفجر الموقف السياسي ببيت الصهير عادل، وقامت الحرب بينه وبين افراح. فعلتها الحمقاء. اني حذرتوها بس ما سمعتنيش. يلا جهزي نفسك بسرعه منشان نروح نشكل لجنه للتهدئه والحوار. يلا. انا من رايي ان احنا نخليهم لوحدهم ويحلوا مشاكلهم بنفسهم، لان افراح غلطانه تستاهل اللي يحصل لها. رأيك صح، ما نشتيش نتدخل بمشاكلهم الداخلية. والله والله لو كنتم مكان أمك صفية، أنا لو كنتم مكان أمك صفية ما كنت أدخلك من باب. سمعت؟ ولا شيء أبصر لك صورة ولا شيء يكون معي حتى عيال من النوع عيالي. ليش يا قشقش؟ أنا فنان. أنا عارف إنك فنان وكنت افتخر بك بين الناس. بعد ما عرفت انك اهبل وذليل بصراحه انا كرهتك. دائما كذا يا قيشه، وهو جبان وخواف. كل مره انا اقول له كن مثل ابوك وهو له هو ذك وعموره. اسمع يا عمو قشقش. اسمع يا عمو قشقش، يا رحمتي عليك يا ساكت، ابوك كان لما يصيح ركبين يفلتين. انا كنت شكت وقع صاحبك الرجال. سمعت كيف؟ أنا خلاص أوعدك يا قشقش إننا أوقع رجال زي صديقنا الدورة. وأنا عارف إنك رجال، وإن دم أبوك هذا ما بيروحش حذر، وأنا علي أرتب لكم كل حاجة وأقول لكم إيش الذي تسووه وإيش الذي ما تسووش. بس انتبهوا لما يروح العاقل تقولوا له أي حاجة. مفهوم؟ مفهوم. والله يا أخي إني كنت أشتك تجلس، ليش مستعجل؟ والله شو يقول الشيء أروح القرية أعمل لي يومين كذا، خصوصاً إنه ما إيش فائدة من المعامل أخذ توظيف. إن شاء الله تصلح الأمور. وبعدين أنت عارفة الأيام القرية مليان مشاكل. المهم سلم لي على أبي وأمي وزكن على أبي ينتبه على نفسه. لا من هذه الناحية طمني يا شقون، وبعدين ابن الساكت ما يعرفش الحقد. المهم يا أخي انتبهوا لأنفسكم، ابن الساكت مش لوحده. اسمع يا ابن الخال، سلم على عمتي قل تربي لنا ابو عيد البلدي من اجل نضيف المولود القادم. ولا يهمك يا فرحان، ما لك الا عقل. المهم يا اختي ما تحتاجيش حاجه غير ما امشي. سلامتك يا اخي، اهم شيء تنتبه لنفسك. الله معك يا ابن الخال، ها خليك على حذر. ان شاء الله يا فرحان ان شاء الله. يلا خاطركم. فرحان اشتغل تشتري لي توتال. بس هلي وانا قرح ولا مهليش؟ هلاك وما حد قدر يقول له ينسي. جي ها ندورة بابتك وصل. هلو ها اشتيش تحت قدامه. الحمد لله على السلامة يا والد، الحمد لله على السلامة. اربوا يلا اربوا، ما منكمش فائدة. ليش كذا قالب علينا الصورة يا عمو ابو العقول؟ ليش؟ فينك انتم؟ وهذا ايش اللي معكم هذا؟ هذا والد كنا بالجبل نتعلم القنص.
ايوه نتعلم علشان علشان لو حصل اي حاجه بالقريه ولا مشكله زي بالمدن نكون جاهزين لاي حاجه يا والد. تمام. تمام تعجبوني اشتيكم كذا تكونوا رجال. ايوه احنا رجال. الطريق للأمان والصدور عالية سار البطل نحو رمى المجد.